بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اتمام الاكمال على خير خلق الله وعلى وصحبه ومن والاه. رساله متداوله اقول لك لا تنسوني التصيام، لان اقول هذه الكلمه اللهم اني نويت ان اصوم رمضان كما لوجهك الكريم ان اقسم، اللهم فتقبله مني واغفر لي فيه وبارك لي فيه وزدني علما. ذكر اصحابكم اللي ذكر الله يذكركم. مش اقول يا اخوان هذا الكلام بدع وهذا الكلام كله كذب، والنيه محلها القلب، والنيه من النوى، والنوى هو في قلب التمر، فكذلك هي محلها القلب، ولا يتلفظ بها انما العمل بالنيات، ومن تلفظ بها فهو بدع، وهذه من افعال الموسوسين. والنية في الصوم تجدد في كل يوم على قول الحنابلة، ومن المالكية والشافعية قال لا تكفيه نية اول الشهر، وسحورك ان يعتبر نية، فهذه رسالة باطلة لا تنشرها ولا تقولها ولا تعمل بها. والنية محل القلب لا يتلفظ بها في جميع العبادات. صلى الله عليه وسلم.